السلام عليكم. للمرة الثانية على التوالي تنجح الحكومة بإسناد عربي كبير في إفشال مخطط وضعها تحت البند الثاني والذي يصادر الولاية الدستورية للحكومة في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. هذا النجاح تحقق باعتماد مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارا تحت البند العاشر، ويقضي بتقديم الدعم التقني والفني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. قرار أعطى اللجنة الوطنية سلطات التفويض ليست حكومية فقط وإنما أممية، ما يجعل من مهمته المقبلة أساسية في حسم الجدل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتي جرى توظيفها بشكل سياسي صارخ خلال المرحلة الماضية وحتى اليوم. هذه المرة تولى الاتحاد الأوروبي قيادة الجهد الهادف إلى وضع اليمن تحت البند الثاني، والذي يسمح بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وهي نافذة من شأنها أن تسمح باستغلال سلطات اللجنة الدولية إن تم تشكيلها في تمرير أجندات سياسية. وفي العام المنصرم تولت هولندا مهمة تسويق لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. عن هذا القرار مشاهدينا الكرام وتداعياته وأثره على دور ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الموقف الحقوقي للحكومة نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. انتصار جديد أحرزته الحكومة اليمنية في مواجهة مخطط لمصادرة ولايتها وسلطة التحقيق التي تتمتع بها في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. إنجاز شكل خلاصة جهد عربي منسق احتل مساحة مهمة من اهتمامات المسؤولين العرب على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية. أفضى هذا الجهد إلى إصدار قرار تحت البند العاشر يتيح لليمن ممثلا في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من قبل الرئيس هادي الحصول على المساعدة التقنية وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان والحصول على مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان. جهد تكلل بالنجاح في مقابل جهد أوروبي كان يزمع وضع سلطات التحقيق بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في عهدة لجنة تحقيق دولية طبقا لمقتضى البند الثاني من الآلية المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان. تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان كان قد تضمن بعض التلميحات بشأن عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني وشامل، الموقف الذي وصفه وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي بأنه تصعيد لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية. التطور الأخير في موقف مجلس حقوق الإنسان يفسح المجال أمام الدور الذي يتعين على اللجنة الوطنية بذله للوقوف على مجمل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في اليمن وتأمين مرجعيات معتبرة تمكن يد العدالة من ملاحقة المجرمين طال الوقت أو قصر. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء الخير أستاذ آسيا لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس وأيضا بضيوفك الكرام. أهلا بك معنا أستاذ توفيق، ودعنا نبدأ بالحديث عن مضمون قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تضمن الدعم التقني والفني للجنة أو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. بداية أعتقد أن القرار الذي صدر في الدورة انعقاد مجلس الأمن الدورة 33 شكل في حقيقة الأمر انتصار كبير للسياسة اليمنية وانتصار للضحايا، انتصار للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان التي بذلت جهد مشكور في السنة الماضية من بداية عملها، وهذا القرار جاء تأكيدا للقرار الأممي السابق في الدورة 30 التي أكدت على ضرورة دعم اللجنة الفنية أو لجنة التحقيق الوطنية ودعمها بدعم بالقدرات وأيضا دعمها فنيا من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. أعتقد أن هذا القرار اليوم يؤكد بالدرجة الأساسية على ولاية اليمن كحكومة، ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في كافة الادعاءات، لأن اللجنة الوطنية أقول في حقيقة الأمر شكلت اليوم
بريق أمل، استطاعت أن ترصد كثير من الانتهاكات التي مورست على الأراضي اليمنية خاصة بالفترة الأخيرة. هنالك لجان شكلت في كثير من الدول، وللأسف الشديد أكدت أيضا باعترافات الدول الغربية وباعترافات المفوضية المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن إنجازاتها خلال عام صفر، بمعنى أنها لم تتقدم على الأرض بسبب كثير من المعوقات الموجودة وهي الحرب. بينما اللجنة الوطنية لادعاء حقوق الإنسان والذين يدعون بأن انحازت للحكومة الشرعية إلا أنها استطاعت اليوم أن تحقق كثير من الإنجازات وأصدرت تقريرها الأول عن كثير من الانتهاكات. أنا أقول اليوم في هذا القرار يشكل انتصال للحقيقة، يشكل انتصال للضحايا، ويعطي اللجنة الوطنية التي صدرت بالقرار الجمهوري يعطيها يعني أو مشروعية دولية كبرى إضافة إلى المشروعية الأولى والمشروعية الداخلية لتمارس دور أكبر في التحقيق في كافة الانتهاكات التي تمارس على الأراضي اليمنية. وهي فرصة، نعتقد اليوم الملعب في أو الكرة في ملعب الوطنية، ونعلم اللجنة الوطنية عند مستوى الطموح بما تمتلك من كفاءات وما تمتلك من فريق راصدين موجودين على الأرض. أعتقد منظمة المجتمع المدني، أعتقد الناشطين الموجودين سيتعاملون معها بحرفية عالية وبجدية عالية، لأننا الجميع نريد أن نحفظ حقوق الضحايا وننتصر للمظلومين بعيد عن المكايدات السياسية التي أرادوا أن تزج بها هذه اللجنة وخرجت من الإطار المحلي إلى الإطار العالمي، لكن في النهاية انتصر الحق وانتصرت الولاية اليمنية على الأرض. نعم أستاذ توفيق، يعني القرار جاء تأكيدا على قرار مجلس الأمن الذي صدر في 2011، أظنه القرار 2014، الذي تحدث عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات 2011 في ثورة الشباب. لماذا أعيد التذكير بذلك من وجهة نظرك؟ لا، أنا أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان في الدورة 30 أكد على دعم اللجنة الفنية، اللجنة الوطنية فنيا، وقرار رئيس الجمهورية أيضا جاء انسجاما مع القرارات الدولية. اليوم هذا التأكيد على أن مطلبية التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي حدثت في اليمن منذ ثورة الربيع العربي 11 فبراير هنالك مطلب دولي، وأن هذه الانتهاكات ليست انتهاكات تخص اليمن وحدها وإنما تخص المجتمع اليمني من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا، لأن الكثير من الجرائم التي ارتكبت والتي ما زالت اليوم ترتكب بعد الانقلاب الحوثي والرئيس السابق هي أيضا جرائم دولية مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية، من اتفاقية جنيف، اتفاقية التعذيب، اتفاقية الإخفاء القسري، اتفاقية المرأة والطفولة. ما زالت الجرائم اليوم ترتكب ذات صبغة دولية ومخالفة لهذه المواثيق، وبالتالي يرى المجتمع الدولي أنه معني بكف أو بإلجام هذه الانتهاكات وبمنع هؤلاء الناس من مزيد من الانتهاكات، وبالتالي جاء التأكيد على أن هذه اللجنة تعمل وفق آلية دولية ولا تعمل وفق آلية محلية فقط، وإن كان قرار الجمهوري هو الأساس الذي أعطاها الولاية الكاملة للعمل على الأراضي اليمنية. نعم أستاذ توفيق، يعني هل نفهم يعني أنت تحدثت أنها ستدخل 2011 ضمن هذه الانتهاكات، يعني هل نثق أن لجنة التحقيق يعني ستتضمن جميع الانتهاكات وأن يعني الانتهاكات التي حدثت في 2011 لن تنسى؟ طبعا الجرائم لا تنسى ولا تسقط بالتقادم، لكن نحن لدينا أمل أن اللجنة الوطنية وما فيها من يعني أشخاص لديهم مهنية عالية وعملوا في مجال حقوق الإنسان، نعتقد بأنهم لن يتركوا أي جريمة من جرائم، لكن هم يعملون في حدود المتاح ويعملون في وفق قدراتهم المحدودة، لكن أعتقد إذا توفرت المناخ الكاملة هي ستشمل كافة الجرائم. واليوم أنا أعتقد أن اللجنة شكلت أو حققت إنجاز لا بأس به مقارنة باللجان التي شكلت من أجل سوريا أو شكلت من أجل دول أخرى، إلا أن اليوم أنا أعتقد أن اللجنة الوطنية أمامها مسؤولية كبرى، وأعتقد أن اللجنة الوطنية لن تتخلى عن الثقة التي منحت إياها خاصة من أسر
المنتهكين سواء في عام 2011 او اليوم. جرائم 2011 التي ارتكبها النظام السابق جرائم لا تسقط بالتقادم، اللجنه الوطنيه مطالبه دستوريا، مطالبه اخلاقيا، مطالبه على المستوى الدولي ان تفتح تحقيقات جاده، ان توثق الشهادات، مطلوب من المجتمع اليمني، من اهل الضحايا، من ايضا المنظمات التي قامت بالرصد التي وثقت، ان توافي اللجنه الوطنيه بكل بما لديه من تقارير، من معلومات، من شهادات إلى غير ذلك، حتى تستطيع اللجنة الوطنية أن تقوم بدورها الكامل. الجرائم لا تسقط بالتقادم، حتى التي حدثت قبل 2011 ما دام هنالك وراءها مطالبون أعتقد أن شيئا من ذلك لن يسقط مطلقا. نعم، إذن أستاذ توفيق انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور أستاذ عبد الرحمن. جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في دورة 33 بتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية، ما أهمية مثل هذا القرار بالنسبة لكم؟ حقيقة القرار طبعا كان هناك قرار سابق في الدورة السابقة، المجلس قرر تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم الدعم الفني للجنة. طبعا الفترة الماضية خلال العام الماضي كان الدعم الذي قدم للجنة من قبل المفوضية كان دعم محدود جدا، عبارة عن دورة تدريبية استمرت 3 أيام في الأردن للراصدي اللجنة، ولم يكن هناك إلا لقاء واحد تم في أثيوبيا قبل العيد، قبل تقريبا شهر، بين اللجنة والمفوضية حول آليات تقديم الدعم. وأخبرتنا المفوضية أنها تنتظر هذا القرار، المشروع القرار الذي سيصدر، هل ستستمر في عملية الدعم أم ماذا. القرار صدر اليوم، نحن ننتظر توفير هذا الدعم حتى تستطيع اللجنة أن تقوم بدورها. لدينا الخبرات جيدة ولدينا فريق وطاقم الرصد والتحقيق وطاقم اللجنة، أيضا أعضاء اللجنة كلهم لديهم خبرات سابقة سواء كانوا قضاء أو أعضاء نيابة أو أكاديميين وناشطين حقوقيين محامين، لكن نحن بحاجة في أحيانا إلى الدعم التقني مثل يعني الخبراء العسكريين تحديد نوعيات الأسلحة، خبراء في الطب الشرعي، خبراء في أيضا الجوانب التقنية حتى تتمكن اللجنة من يعني الوصول إلى بعض الحقائق التي ربما تغيب عنها في حال عدم توفر هذا الدعم. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني القرار أشار إلى الدعم الفني والتقني، وأنت تتحدث عن القرار السابق الذي يعني قال بأنه سيدعمكم فنيا ولم يتم إلا بصورة بسيطة، هذه المرة يعني أيضا هل هناك دعم لوجستي برأيك؟ ما هي أشكال الدعم الأخرى؟ وهل فعلا سيكون هناك دعم حقيقي أم أنه سيلحق بالقرار السابق؟ نحن نتوقع نتمنى ونتوقع انه سيكون هناك دعم، ربما يكون هناك دعم حقيقي. يعني اللجنه حاولت ان كان هناك اشكاليه كبيره بين الحكومه اليمنيه والمفوضيه الساميه لحقوق الانسان في مكتب اليمن، وحاولت اللجنه ان لا يعني يؤثر هذا الخلاف الذي كان موجود، وكنا نحن من بادرنا بالتواصل مع المفوضيه، وكانت اول مذكره تقدمها اللجنة وجهناها للمفوضية السامية في بداية عملنا قبل أن حتى نبدأ الدوام، قبل أن يكون لدينا مقر. يعني تواصلنا مع المفوضية وقلنا نحن سنبدأ العمل ونحتاج إلى الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية. نحن اليوم يعني نتوقع أنه مستمرين يعني في التواصل مع المفوضية حتى نستطيع أن نتلقى هذا الدعم ونستفيد من الخبرات الدولية الخارجية في المجالات التي ذكرتها سابقا. اللجنة يعني ليس لديها إشكالية مع أي طرف من الأطراف أو حتى من الجهات الدولية، بل ترحب بكل دعم يمكن أن يقدم. وهناك أيضا جهات أخرى تحدثنا معها خلال الفترة الماضية ربما تستطيع أن تقدم لنا بعض الخبرات في هذا المجال، ونحن نطرق يعني كل الابواب حتى نستطيع يعني حتى يكون العمل اكثر جوده، وحتى يكون الحقائق اكثر يعني وضوحا، وحتى نستطيع ان يعني نصل الى التقرير هو الاكثر يعني الاقرب للحقيقه او هو يتحدث عن الحقيقه بذاتها.
نعم، هل يعني برأيك هذا الضوء الأممي والإسناد المحلي أيضا الوطني لأعمال اللجنة الوطنية من شأنه أن يكون مدخلا حقيقيا لعدالة انتقالية قائمة على معرفة الحقيقة على الأقل من خلال تحقيقات اللجنة؟ نحن نتوقع هذا الأمر، وخصوصا في حال ما إذا استقرت الأوضاع الداخلية في اليمن سيكون هناك عملية التحقيق والوصول للحقيقة ستكون أكثر سهولة. وأيضا نحن نعاني الآن كثير من الشهود يتحدثوا إلينا بما لديهم معلومات لكنهم يعلنوا خوفهم، البعض يرفض أن يعني أن يوقع على الاستمارات، البعض يعطينا المعلومات لكنه يرفض أن يوقع عليها، البعض يوقع على المعلومات ويطلب أن تكون هذه المعلومات سرية ونحن نحرص على أن تكون سرية. جميع الشهود نحن نضمن عدم إفشاء أسمائهم أو المعلومات، فقط نستفيد من المعلومات دون أن ندي بأي يعني بأي شيء يوصل إلى هوية الشاهد أو حتى الضحايا. كثير من الضحايا حتى الضحايا أنفسهم يخافون أن يتحدثوا الخارجون، خصوصا الذين خرجوا من السجن وكثير منهم تعرضوا للتعذيب، يخافوا أن يتحدثوا عن ما جرى لهم حتى لا يعودوا مرة أخرى أو حتى لا تأذى أسرهم إن كانوا قد غادروا المناطق التي كانوا تعرضوا فيها للتعذيب. نحن نتوقع أنه يكون تحقيقات اللجنة يعني هي بداية تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن التي غابت كثيرا، ونحن يعني لدينا شعار في اللجنة ونضعه أمام يعني في الباب عند دخول الناس والضحايا لمقابلتنا وكل من يأتي لزيارتنا، أنه لدينا هدفين: أولا عدم إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا، هذا هو الهدفين التي نحن نسعى إلى تحقيقها. وفي حال ما إذا عدم الإفلات من العقاب سيؤدي إلى إيقاف الجرائم التي ترتكب، ولو حدثت هناك محاكمات لكل من مارس عملية الانتهاكات تتوقف الجريمة. لذلك هناك تحالف دولي لعدم الإفلات من العقاب حتى لا تستمر الجريمة. وأعتقد أنه علماء العلم الإجرام والعقاب يتحدثون أنه يعني إفلات المجرم من العقاب يؤدي إلى توسع الجريمة وإلى استمرار الأشخاص في ارتكاب الجرائم. والعقوبة ما شرعت في الشرع ليس ردعا فقط للجاني ولكنه ردع لكل من تسول لنفسه ارتكاب أي جرائم. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني نتحدث الآن عن دعم فني وتقني، ولكن بطبيعة الحال وخاصة في العمل الميداني تواجهكم الكثير من الصعوبات، حدثنا عنها. نعم، نحن أولا هناك مناطق لا زالت مناطق صراع وحرب، وهذه المناطق تتسع فيها عملية الانتهاكات. يعني أنا يعني اليوم تلقيت بلاغ من أحد الراسلين تعرض لإطلاق نار وحتى الآن لا زال مخفي، لم نستطع أن نتواصل معه سوى أننا يعني أحد الأقارب أبلغنا أنه في مكان آمن. يعني رصدينا ويعني ربما يتعرضون للمخاطر خصوصا في مناطق المواجهات. أيضا هناك أطراف من أطراف النزاع لا تريد أو أن تتعاون مع اللجنة وتعرقل يعني أعمال اللجنة أو ربما لا تسمح بعمليات التحقيق، ويخاف الضحايا في هذه المناطق أن يتحدثوا إلى اللجنة، وهذه من أكبر العوائق التي نواجهها. كانت هناك يعني كثير من العوائق من خلال يعني بعض الإمكانيات كانت تنقص اللجنة، نحن نحاول أن نحن أن نتجاوزها، وكل في كل فترة يعني نتجاوز كثير من الصعاب، ويكسب العاملون في اللجنة ومن راصدين ومحققين وفنيين وتقنيين ومساعدين محققين يكسبوا خبرات كل يوم، وكل يوم نشعر أن العمل يتحسن بشكل كبير جدا. لذلك نحن نتوقع أنه الفترة القادمة ستكون فترة هي الأفضل في عمل اللجنة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، برأيك ما هو الفارق الذي سيسجله هذا الإسناد الأممي للجنة الوطنية من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه إذا كانت المواضيع كان هنالك توجه قاد من المجتمع الدولي بشكل عام، أعتقد بأن هنالك سيكون فارق كبير على الأقل على مستوى جودة التقارير التي ستصدرها اللجنة الوطنية وعلى مستوى حرفية العمل. أنا أعتقد اليوم أن للأسف الشديد ما وجدناه في جنيف اليوم كانت هي معركة
حقيقية كشفت لنا حجم الانقسام الموجود داخل المجتمع اليمني بيوازي حجم الانقسام الموجود في المجتمع الدولي. نحن كنا واضحين، خاطبنا المجتمع الدولي بكل وضوح، هنالك انحياز واضح من قبل المجتمع الدولي لصالح الطرف الذي ينتهك الانتهاكات، الذي يرتكب الانتهاكات. خاطبنا بكل وضوح ان المجتمع اليوم الذين اتوا الى جنيف هم شباب الثورة بالدرجة الاولى، الذين عانوا، الذين شردوا من ارضهم. وجدنا المجتمع الدولي بهيئات، وجدنا المجتمع الدولي بسياسته المنحازة ينحاز للأسف الشديد لصالح الطرف الانقلابي. اليوم أعتقد هذا الضوء أو هذا نتمنى أنه ينسجم مع أخلاقيات العالم الغربي، مع أخلاقيات الموجودة داخل المؤسسة الأممية. هذا هو الأمر الدرجة الأساسي الذي سيكون على المحاكم. لدينا قرار صدر فيه الدورة 30 يدعو المفوضية إلى الدعم الفني ودعم القدرات والدعم اللوجستي للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. ومع ذلك سمعنا من الأستاذ عبد الرحمن برمان أنها لم توفر لهم إلا دورة واحدة ولقاء يتيم كان في أديس أبابا وقف على ضوء. كانت نائبة المفوضية واضحة أنها هاجمت اللجنة الوطنية هجوم داخل مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته أنها لجنة منحازة، وقالت أنها لم تصل إلى كافة الأراضي اليمنية، مع أنه في نفس الوقت اللجنة التي عينت لأجل سوريا لم تطع قدمها سوريا بسبب عدم تعاون النظام السوري معها. وبالتالي قضية بصيص الأمل أو الدفع باللجنة الوطنية هذا يعتمد على أخلاقية المجتمع الغربي. اليوم السياسة أفسدت الشيء الكثير. أنا أقول في حقيقة الأمر اليوم على اللجنة الوطنية أن تعمل في حدود الممكن وعليها أن تستمر. هنالك كثير من اللجان لم تحقق إلا 0%، عليها أن تحقق 20% 30%، تحفظ قدر الإمكان. وبالتالي أنا أعتقد اليوم الجو السياسي معقد جدا. واليمن نعم، ولكن في ظل كل هذه التعقيدات أستاذ توفيق، وفي ظل ما تتحدث عنه من يعني ربما انقضاض شرس على اللجنة الوطنية من قبل المجتمع الدولي، في ظل كل ذلك هل ستستطيع اللجنة يعني بإقناع المجتمع الدولي بأهمية ما ستقدمه من تقارير؟ أنا أعتقد ستستطيع، خاصة أمام الحقائق التي ستضعها اللجنة أمام التقارير. على اللجنة أن تستمر وأن تصدر تقارير محددة وفق جودة عالية قدر المستوى الذي تمتلكه، بالإضافة أن يتعاون مع اللجنة الوطنية كافة الناشطين الحقوقيين والمنظمات الدولية. يجب اللجنة أن تخلق لها مجموعة من القنوات الأخرى مع المنظمات المنصفة الفاعلة على المستوى الدولي، لأننا في حقيقة الأمر لا يوجد لنا باب إلا هذا الباب الذي يجب أن نتمسك فيه. المجتمع الدولي يريد أن يصل إلى نقطة واحدة، فشل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان من أجل أن يسعى جاهد اللجنة الدولية. نحن هذه تعتبر فرصة ثانية، وهي فرصة أمام مفترق طرق. اليوم كان الوفد العربي من كافة الدول العربية تحدث بصوت واحد، تحدث بلغة واحدة. لأول مرة أعتقد أن العرب يتوحد صوتهم وتتحد رايتهم مع الناشطين الحقوقيين. أعتقد كثير من الندوات التي نظمها سواء وفد التحالف أو نظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو نظمها مركز جنيف العدالة الانتقالية، كلها كانت تصب في اتجاه إدانة الانقلابيين وإدانة الانتهاكات الموجودة داخل الأراضي اليمنية. وبالتالي هذا شكل جهد كبير ربما أحرق المجتمع الدولي لسحب القرار الذي كان إلى اللحظات الأخيرة، وهم مصرون إما على تشكيل لجنة تحقيق دولية أو إضافة خبراء دوليين لإفراغ اللجنة الوطنية من مهمتها الأساسية. وبالتالي جاءت اللحظة الأخيرة بشارة الانتصار للإرادة العربية والإرادة اليمنية وإرادة الضحايا بالدرجة الأولى. المعركة كبيرة أنا أعتقد، والأمر لا يجب أن نستهين به. دورات حقوق الإنسان ستأتي، والمتربصين كثر والراصدين كثر، وعلى اللجنة الوطنية اليوم أقول الكرة في ملعبها، عليها أن تعمل بالمتاح ولا تتوقف. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ توفيق أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم لاستكمال حوارنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني تحدثت قبل الفاصل عن أن المجتمع الدولي يسعى لفرض لجنة دولية، كان يسعى لفرض لجنة دولية أو إضافة خبراء.
ما الضير بوجود بعض الخبراء أو بعض المراقبين لأداء اللجنة الوطنية، حتى ربما يعني إن قلنا لإنصاف أو لتحقيق جزء من التوازن حتى لا تتهم اللجنة بالانحياز كما حدث في المرة السابقة؟ لا أستاذتي الكريمة، المجتمع الدولي يعمل بذكاء وبذكاء جدا. هؤلاء الناس هم متخصصون في الدرجة الأساسية في وضع العالم تحت الوصاية. نحن لدينا تجربة قرن من الزمان متراكم مؤلم، القرارات التي تصدر من هذه المؤسسة دائما تصب في غير صالح الطرف المظلوم، وهم يسعون جاهدا لتثبيت مصالحهم ودعم الجماعات الوظيفية التي يرون بأنها تخدم هذه المصالح. قضية الخبراء التي كانت تسعى هو بمثابة أعطتهم، كانوا يريدون أن يعطوهم صلاحية إصدار تقارير بجانب تقارير اللجنة الوطنية، بمعنى أن المجتمع الدولي لن ينظر إلا إلى تقارير هؤلاء الخبراء، وكان الخشية أن يتحول هذا الخبير إلى ما يعني إلى مفوض دائم باسم اليمن داخل مجلس الأمن أو لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لم يكن هنالك الطرح نزيه. إذا كان هنالك طرح نزيه، تقارير اللجنة الوطنية تدعم بالخبراء الفنيين والاستشاريين الفنيين، وثم تخضع أمام مجلس الأمن للمناقشة أمام اللجنة الوطنية، أمام مفوضية، أمام مجلس حقوق الإنسان، مثل أي تقرير يصدر، ثم تفتح فيه الثغرات والأخطاء إلى غير ذلك. لكن المجتمع الدولي هو في حقيقة الأمر يسعى إلى فرض إرادته ليس من أجل الضحايا. اليوم الطرف الدولي يتناسق كل الأرقام التي تصدر، يعني التي تصدر من اليمن للمخفيين قسرا، للمعذبين، للبيوت المفجرة، للحصار، لقضايا التعليم، لزراعة الألغام، يتناسق كل هذه الأرقام ثم يتمسك بالأرقام التي يحاول أن يدين من خلالها التحالف، ونحن ضد كل أخطاء يرتكبه التحالف. لكن نرى هنالك ازدواجية كبيرة، لو أنت ربما أستاذ آسيا كل المشاهدين متابعين لكافة التقارير التي تصدر من المجتمعات الكبرى أو من المنظمات الدولية الكبرى أو من داخل الأمم المتحدة أو كذا إلى غير ذلك، نرى الانحياز واضح في ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن المجتمع الدولي لم يكن نزيها في طرحه، وبالتالي هو سعى جاهدا في الأيام الأخيرة بكل وضوح إلى أنه يريد لجنة تحقيق دولية وانتهى الأمر. وبالتالي النفس السياسي كان موجود. اليوم هنالك تحالفات يجب أن نعترف به، هنالك تحالفات سياسية موجودة على المستوى العالمي تؤثر على كافة الحقوق، تؤثر على كافة القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة. اليوم القرار ربما اللي صدر في مجلس الأمن، هنالك قرار يتعلق بالمملكة العربية السعودية داخل الكونغرس من أجل محاكمة قضايا 11 من سبتمبر، هنالك أيضا قرارات أخرى داخل المحاكم البريطانية، وهنالك اصطفاف دولي لربط كافة الملفات المتعلقة، هنالك تحالفات الآن ستبرز، الطرف الضعيف هو الذي سيطحن في هذه المعركة. وبالتالي يجب أن نتولى أمرنا بأنفسنا، يجب أن تعمل اللجنة الوطنية بجد، يجب أن يتحرك الراصدون. يجب اليوم أنا دعيت إلى لجنة إلى على سبيل المثال، اليوم أنا مدعو إلى حضور ندوة ستقيمها جامعة فيينا في داخل النمسا، 4 أو 5 متحدثين ضيوف كلهم ينتمون إلى طرف واحد، بمعنى تصوري حتى المؤسسات الأكاديمية ليس لديها إنصاف، يعني جميع 4 المتحدثين كلهم ينتمون إلى الطرف الإنقلابي، وتتصوري ماذا سيطرحون للمجتمع الغربي؟ وهذه مؤسسة أكاديمية ستتحدث عن ما يحدث في اليمن. وبالتالي أنا أقول اليوم الإنصاف أصبح غائبا لدى المجتمع الغربي، وأصبح هنالك أي يجب أن نقرأ أي أبعاد أخرى في أي قرارات تطرح من قبل هذا المجتمع. نعم، ولكن في ظل كل هذه يعني الهجمة أستاذ توفيق، ومحاولة الضغط لفرض يعني بعض الأمور التي ليست منصفة كما تفضلت، يعني هل نستطيع أن نقول بأن انتزاع مثل هذا القرار يعني جاء إسناد للجنة الوطنية واعتراف بوجودها أيضا، ويعني سيجعل تحقيقاتها مهمة وتقاريرها مهمة وتحظى بإسناد واسع وكبير بهذا الشكل؟ هذا بلا شك. وبالتالي أنا أقول اليوم الكرة في ملعب اللجنة، اللجنة عليها أن تستغل هذا القرار. هذا يعتبر قرار إضافي
بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الذي دعا لتشكيلها سابقا، وبالإضافة إلى القرار الذي صدر في الدورة 30، وهذا قرار إضافي وسيجعلها تحت المجهر. اليوم اللجنة الوطنية ربما توسع مجهر المراقبين الذين يراقبون أعمالها، وأيضا سيتوسع دائرة المناصرين والمؤملين فيها، وبالتالي على اللجنة الوطنية أن تستغل هذا الظرف وتعمل بجهد أكبر وبتقنية أكبر وبحرفية أكبر، لأن تقاريرها كلها ستكون تحت المجهر. وأعتقد أن اللجنة الوطنية تعمل بما تمتلك من قدرات محدودة، لكنها تعمل بحرفية. أعتقد لن يعني ستستطيع أن تقنع العالم بما إذن دعنا نسلط الضوء أكثر على هذا الجهد الميداني الذي يقومون به. تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذ إشراق فضل المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق انتهاكات حقوق الإنسان، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ إشراق. مساء النور أستاذ إشراق. تحدث الأستاذ توفيق أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الوطنية، عليها أن تثبت يعني نفسها أكثر أمام المجتمع الدولي، خصوصا في ظل الهجمات الشرسة التي تحاول من التقليل من شأن هذه اللجنة ومن وصفها بالانحياز. ما هي آلية العمل التي تقومون بها والتي ستستطيعون من خلالها أن يعني تكسبوا ثقة المجتمع الدولي؟ بالفعل وافقك الرأي أختي، لأن صدور هذا القرار هذا الليلة أو تأييد القرار السابق بعملية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كآلية وطنية تقوم بعملية توثيق وتدوين انتهاكات من ثم التحقيق فيها ومدى مساسها بقانون حقوق الإنسان وقانون الدول الإنساني. ربما هذا القرار سيكون حافز أكثر أو أكبر لكافة طاقم اللجنة الوطنية، طاقم سواء الأعضاء أو الرافضين أو الميدانيين، كافة الطاقم أصبح على محك أكثر من السابق. ولا يمكن أن ينكر الجهد السابق خلال طيلة عام ماضي برغم أوضاع الحرب وبرغم الأوضاع الأمنية، وكما تعلمون اتساع هذه الانتهاكات وتنوعها في عموم الجمهورية اليمنية، وبالتالي ستكون الآلية ربما لن تكون مختلفة من السابق، ولكن ستكون كثير من مضاعفة الجهد وكثير من المحاولات الأكثر للوصول إلى أنواع الانتهاكات في أماكن تواجدها في عموم الجمهورية. الآلية المتبعة كما ورد في التقرير الدوري الذي قدم وعرض في أكثر من مناسبة، هذه الآليات كانت آليات مباشرة وآليات غير مباشرة. استطاعت اللجنة الوصول إلى أكبر أو إلى عدد كبير جدا من الضحايا، كثير من المبلغين استطاعوا الوصول سواء إلى اللجنة أو إلى رافضين الذين متواجدين منتشرين في كل المحافظات بدون أي استثناء، إضافة إلى التنسيق والتعاون الذي حدث مع منظمات المجتمع المدني. المستقبل بإذن الله، هناك الآن موقع أصبح يعني جاهزا وجيدا متواجد أيضا ممكن لمن يستطيع الوصول إليه. الآلية أيضا الأخرى اللي سوف يتم يعني تكثيفها هي مسألة النزول الميداني للجنة طاقمها، نزول مواقع الانتهاكات، معاينة تلك الوقائع مباشرة، التحقق منها. ربما أيضا القرار اليوم أعطى اللجنة فرصة أخرى وآلية أخرى، بأن المفوضية أصبحت ملزمة أكثر من السابق في تقديم العون وتسهيل الكثير من الصعوبات سواء الميدانية أو الفنية لفريق التحقيق التابع للجنة، بدلا من عملية فقط التذرع بإشكاليات أو صعوبات ومعيقات. نعم، يعني أستاذة إشراق في نهاية الأمر يعني بطبيعة الحال بالتأكيد ما يهم اللجنة الوطنية ويهمنا جميعا أن يعني تسجل جميع انتهاكات حقوق الإنسان، فكرامة الإنسان اليمني هي أعلى من كل شيء. يعني لو تحدثنا يعني عما تحتاجه اللجنة لإنجاز تحقيقات شفافة نزيهة قائمة على المصداقية تتحدث عن جميع الانتهاكات من جميع الأطراف، ما الذي تحتاجونه؟ ربما حاليا العمل جاري كما ذكرت منذ العام الماضي على طريقة واضحة بالنسبة لعمل اللجنة. هذه الطريقة غير مختلفة إطلاقا عن العمل الذي تقوم به بقية اللجان الدولية العاملة في التحقيق في الانتهاكات،
وبالتالي رغم أنها آلية وطنية يعني شبه قضائية، إلى أنها حاولت أن تعمل بأطر مؤسسية دولية. الاحتيال كما ذكرت هو التعاون الأكبر من الأطراف النزاع بشكل عام في جميع المحافظات، إضافة إلى تقديم تسهيلات أكثر من المفوضية الثانية لحقوق الإنسان بناء على الدعم الذي حصلت عليه مؤخرا بموجب القرار الصادر هذا اليوم، إضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه سابقا العام الماضي. الأمر الآخر والمهم هو الدور المهم الكبير لمنظمات المجتمع المدني. كما نعلم أن منظمات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي في عملية احترام حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. الدولة والحكومة منوطة بشكل أولي، ثم منظمات المجتمع المدني في مهمتها قدر الإمكان تعزيز هذه الحقوق والحريات عبر عملية ربما الرصد والتوثيق، وربما أمر آخر أيضا عملية التقييم. كثير من منظمات المجتمع المدني ما تزال حتى هذه اللحظة تجهل دور اللجنة الوطنية، وربما بسبب هذا الجهل أدى إلى يعني القلة في عملية رفض اللجنة، بالرغم من وجود كثير من المنظمات التي قدمت تقارير وأحدثت كثير من عمليات يعني نوعية وقدمت كثير من المعلومات، لكن ما نزال بحاجة إلى تفعيل هذه الآلية، لأن منظمات المجتمع المدني ولدت قبل أن تولد اللجنة الوطنية. وهذا لا يعني بأننا نأخذ معلومات منظمات المجتمع المدني يعني على ما توصل إلينا، إنما يتم عمليات غربلتها وفحصها والتأكد منها. نعم. إذا على ماذا تعتمدون أستاذ إشراق؟ الفريق المياه. نعم. على ماذا تعتمدون أستاذ إشراق؟ هل هناك آلية محددة لاستقبال الشكاوى؟ هل هناك تزعمون يعني تسمعون بإنشاء موقع إلكتروني لتسهيل وصول هذه الادعاءات؟ كيف يمكن الوصول لكم من شخص تعرض لانتهاك وما زال تحت السلطات أو تحت الضرر نفسه؟ عزيزتي، كما ذكرنا سابقا سواء قرار الإنشاء وضح هذه الآليات، إضافة إلى عمل أعضاء اللجنة حاولوا قدر الإمكان توسيع هذه الآليات والمنهجيات التي تقوم عليها عمل اللجنة في الميدان. رقم واحد بالنسبة للآلية المباشرة بالنسبة لنا، يوجد في كل محافظة محافظات الجمهورية من راصد إلى راصدين معروفين لدى الضحايا ويقومون مباشرة فور وقوع انتهاك، إضافة إلى فور سماعهم أو قراءة لهذه الوقوع لذلك الانتهاك بالتحرك والتدوين وعملية الرصد ومن ثم الرفع للجنة أو للمرحلة الأخرى لعمل إجراء عملية التحقيق. حرصنا أن يكون هؤلاء الراصدين من أبناء تلك المحافظات وأن لا يكونوا بعيدين وأن لا يكونوا من خارج المحافظات لمعرفتهم الكبرى بعملية الجغرافيا وخصوصية تلك المناطق و القدرة الأكثر على الوصول. هؤلاء الراصدين من الذين تم تدريبهم ومن الذين أيضا كانوا بالسابق لديهم الكثير من الخبرات العملية في مجال الرصد والتوثيق، إضافة إلى أنهم يشكلون الأغلب من المحامين والقانونيين الذين لديهم الكثير من الاهتمام في هذا المجال. هذه آلية أولى. الآلية الثانية كما ذكرت تتم عبر استقبال هذه الشكاوى والبلاغات سواء في مقر اللجنة الرئيسي في محافظة عدن، حاليا أيضا في مقر آخر في محافظة سعد. تعزم اللجنة إن استطاعت وحصلت على اللجنة على الدعم أيضا أن تكون لديها فروع في محافظات أخرى يستطيع الوصول إليها أيضا المبلغين. أيضا لدى اللجنة موقع يعني معروف، ولدينا أيضا صفحة في الفيسبوك في تويتر، الموقع الإلكتروني للجنة فيه كثير من الاتساع ومن المساعدة التي يستطيع فيها المبلغ فيها سواء إما المبلغ مباشرة أو المبلغ عنه لمن لديه معرفة بهذه المعلومات إيصالها إلى فرع اللجنة. إذا لا توجد آلية واحدة فقط، لما هناك عدة آلية سواء آلية مباشرة عبر الرافد أو آلية أيضا مباشرة أخرى عبر المبلغ إلى فرع اللجنة أو مقر اللجنة. نعم، اتضحت الصورة. أو كما ذكرت الآلية الأخرى هي منظمات المجتمع المدني اللي ممكن أن تقوم بعملية الإيصال عبر هذه المنظمات إلى اللجنة الوطنية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة إشراق فضل المقطري، عضو اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني ربما معرفة الحقيقة هي أهم أسس العدالة الانتقالية. برأيك هل ستستطيع اللجنة أن تضع الداخل والخارج أمام حقيقة ما جرى من انتهاكات بنزاهة وشفافية؟
أعتقد نعم، أعتقد أن كثير من الانتهاكات وكثير من الحقائق التي غابت عن المجتمع الدولي موثقة سواء عند أهالي الضحايا أو موثقة لدى الراصدين أو موثقة لدى المنظمات الدولية. أنا أعتقد السنة الماضية والسنتين الماضيتين صدرت مجموعة من التقارير الهائلة التي ربما شملت كافة الانتهاكات التي طالت الإنسان اليمني، والذي أنا أقول دائما بأنه لا توجد انتهاكات المفروض ترصد في اليمن، لأن كل الانتهاكات كافة الحقوق قد تم انتهاكها. اليوم اللجنة الوطنية هم من الناشطين والراصدين والعاملين في المجال الحقوقي، وأعتقد أن المجتمع الدولي المجتمع اليمني باستطاعتهم التواصل مع أهالي الضحايا بصورة أو بأخرى، هنالك تعاون وإن كان هنالك بعض المخاوف لكن هنالك تعاون. أعتقد هنالك أمل كبير وهناك مبشرات كبيرة. فترة زمنية خلال سنة من يطلع على تقرير اللجنة الوطنية برغم بغض النظر عن الملاحظات اللي قد تقال فيه كذا أو كذا، لكن يعتبر جهد جبار خلال فترة زمنية كبيرة. وأعتقد أن هنالك ثغرة كان المفروض يتم تجاوزها في قرار الإنشاء عندما أعطاها فرصة سنة ثم تمدد إلى سنة. عمل اللجنة يحتاج كان 4 سنوات 5 سنوات قام بعمل فني كبير، لأنه الانتهاكات اليوم على مستوى اليمن انتهاكات كبيرة وكبيرة جدا تحتاج إلى سنوات ليس إلى سنة أو سنتين كما جاء في القرار. لكن أنا أعتقد أن اللجنة الوطنية قادرة، قال بسبب طبيعة المجتمع اليمني، تعاون الأطراف، تعاون المنظمات، كثير من الحقائق ستظهر إلى العلن. أعتقد سيكون لها نجاح كبير إذا كان هنالك إنصاف ونظرة موضوعية من قبل المجتمع الدولي. نعم، طيب أستاذ توفيق، هل نفهم أن هذه اللجنة غير المسبوقة في التاريخ المدني للبلد، يمكنها أيضا أو يمكن لتحقيقاتها أن تضع حدا لزمن الحصانات والإفلات من العقاب في بلادنا؟ هذا هو المفترض. أعتقد أن حصانة الرئيس المخلوع هي فلتة من الفلتات السياسية وفلتة من الفلتات السابقة. يجب أن نسعى اليوم جاهدين للذهاب إلى البعيد، يجب أن تسقط الحصانة. علي عبد الله صالح يجب أن يكون طرف في أي مفاوضات قادمة. ما لم يدخل علي عبد الله صالح في هذا، أعتقد أن المشاكل اليمن لن تنتهي. وبالتالي أعتقد هذه ما لم يحاكم المجرمون، ما لم يؤخذ حق الضحايا، ما لم يحفظوا حقوقهم، أعتقد أن النزيف في اليمن سيستمر. وبالتالي اليوم المعركة هي معركة بين مشروعين، مشروع إنصاف الضحايا ومشروع الإفلات من العقاب. وأعتقد أن الضحية سينتصر، واللجنة الوطنية بجهود الخيرين، واللي أعتقد اليوم أنها تتسع بشكل كبير، إلى أنه يجب محاكمة هؤلاء المجرمين أيا كان انتماءاتهم وأيا كانت مناصبهم العليا. أعتقد أن هنالك تتابع تسارع كبير للأحداث. أعتقد أن الحصانة ستسقط اليوم أو غدا، الذين ساهموا في الارتكابات سيحاكمون، سيكون عمل اللجنة مفصلي وهو مفصلي في حقيقة الأمر. وأعتقد على الحكومة الشرعية أيضا أن تكون جادة في مثل هذا الأمر، والمستقبل المبشر بأن الضحايا سينتصرون. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.